السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حصة ثالثة من درس مهم جدا بالنسبة لكم أيها التلاميذ المستوى السادس ابتدائي للجمع وطرح عددين كسريين أو أعداد كسرية ذو المقامات الموحدة أو مقامين مختلفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف من خلال الشاشة المتميزة جيكم الكتمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دالا من خلال الشاشة المتميزة جوكم نيك تيفي للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات خاصة المستوى السادس ابتدائي. مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء، هذه حصة ثالثة من درس الجمع وطرح عددين كسريين لهما نفس المقام أو مقامين مختلفين. إذا سوف نتمم الأنشطة. اليوم اقترح لكم هذا النشاط وعليكم الانتباه جيدا طريقة الانجاز ديالو. تلاحظوا جيدا، لدينا هنا عملية 3 على 4 زائد 7 على 18 زائد 17 على 2، 3 4 زائد 7 على 18 زائد 17 على 2. اول شيء سوف نقوم به هو حساب هذ العددين الكسريين داخل القوسين 3 على 4 زائد 7 على 18، ولا بد أن نقوم بتوحيد المقامات. أول شيء كيف ما لاحظنا في الحصص السابقة 4 على 18 نقوم بتوحيد المقامات. إذن هناك أن تريك أفير، تابعوا معي، أن 4 و 8 يجب علينا أن نقوم باستخلاص ما يسمى بالمقام المشترك الأصغر. 4 في 9 يساوي 36، 18 في 2 يساوي 36. إذن هذا هو المقام المشترك الأصغر. لماذا قمنا بالأصغر؟ لأنه كان أكبر منه، هو 4 في 18. ثم لكي تكون العملية سهلة يجب علينا أن نعتمد بالأساس على المقام المشترك الأصغر. إذن 36 هو المقام المشترك. إذن نقوم بالإنجاز العملية. إذن 4 في 9 يساوي 36، 3 في 9 يساوي 27، ثم 7 في 2 يساوي 14. لماذا؟ لأن 18 في 2 يساوي 36. إذن بعد إنجاز هذه العملية نحصل على 41 على 36. نقوم بالتشجير، هذه عملية تشجير، أي إسقاط 17 12 هنا. 41 على 36 زائد 17 2 عملية جديدة، قمنا بإنزال 17 هنا، عملية تشجير. ثم 41 قمنا بنفس العملية، وحدنا المقامات، المقام واحد هو 36، 41 على 36 زائد 306 على 36. لماذا؟ لأن 18 في 17 يساوي 306. قمنا بالعملية، حصلنا على 347 على 36. إذن ولا بد، أول شيء نقوم به لكن عندنا القوسين، أول شيء نقوم به هو إنجاز عملية داخل القوسين، ثم نقوم بإسقاط العدد 17 2 ثم نكمل نفس الطريقة هنا. لاحظوا جيدا أيها التلاميذ الأعزاء، نفس الطريقة هنا 12 على 5 زائد 4 على 15. أول شيء نقوم به هو عملية الجمع، جمع هاد القوسين بين هاد العددين بين قوسين، داكور. أول شيء خصنا نقوم به هو إنجاز العملية اللي بين قوسين. إذن 5 و 15، لاحظوا جيدا 5 و 15 هناك علاقة، 15 من مضاعفات العدد 5، 5 في 3 يساوي 15، 12 في 3 يساوي 36. ثم ننجز العملية نحصل على 40 على 35، ثم نقوم بالإسقاط، عملية تشجير، نقوم بالإسقاط، لاحظوا جيدا العدد 5 على 6 على 2، ثم نكمل 40 على 15. نقوم بإنجاز
بالاختزال، 8 × 3 لكي تكون عندنا عملية سهلة. 8 × 3 يساوي 40 × 15 بعد الاختزال. ناقص 5 × 2 يساوي 16 × 6. ناقص 15 × 6 16 ناقص 15 يساوي 1 × 6. هذه العملية الأساسية. لاحظوا جيدا الطريقة. أول شيء نقوم به هو إنجاز العملية داخل قوسين، نحصل واحد العدد 40 × 15. نقوم بإنجاز الاختزال، نحصل على 8 × 3 لكي تسهل العملية. ناقص 5 × 2، ثم نوحد المقامين العددين كسريين جديدين، ثم نقوم بإنجاز العملية بكل سهولة. نتلاحظوا جيدا، لاحظوا جيدا الانتقال ما بين 40 × 15 على 8 × 3. 40 قسمناها مثلا على 5، وهنا قسمناها على 5، حصلنا على 8 × 3. ناقص 5 × 2 يساوي 16 × 6 يساوي 16 × 6. ناقص 15 × 6 يساوي 1 × 6. وأخيرا لاحظوا جيدا في هذا المثال ديال العمليات اللي بين قوسين، لدينا 11 × 5 + 1 × 3. أول شيء نقوم به هو ملاحظة المقامات. 5 × 3 خاصة نوحد المقامات هو 15، 3 × 3 = 15 × 5 = 15. إذا المقام واحد هو 15. ثم نقوم بعملية الجمع، نحصل على 38 × 15 ناقص 1 × 2. إذا 38 × 15 ناقص 1 × 2 نقوم بعملية جديدة لوحد المقامات. مقامات هو 30. لاحظوا 15 × 2 هي 30، 2 × 15 هي 30، هنا 76، لأن 2 × 38 يساوي 76، و15 × 1 يساوي 15. ثم وأخيرا نقوم بإنجاز 61 × 30. هذا 61 × 30 هي حصيلة ديال هادشي كامل اللي شفنا في الأول. إذا نشوفوا هذه، أكتب على شكل مجموعة عدد صحيح وعدد كسري أصغر من واحد. إذا اكتشف واحد جيد في الرياضيات، واحد سؤال جد ذكي، أكتب على شكل مجموعة عدد صحيح من 1 2 3 4 5. هذا عدد صحيح طبيعي، 1 2 3 4 5 6 إلى آخر. وعدد كسري أصغر من واحد، أي البسط يكون أصغر من المقام. إذا لاحظوا لدينا 9 × 4. 9 × 4 يساوي ماذا؟ يساوي 1 × 4 + 2. إذا العدد الصحيح طبيعي هو 2، وعدد الكسري أصغر من 1 هو 1 × 4، لأن 1 أصغر من 4. 4 × 2 كم يساوي؟ 8. 8 + 1 يساوي 9. هل فهمتم جيدا؟ نعم جيد. نفس الطريقة لاحظوا، إذا خاص يكون عندكم ذكاء في هذه المسألة. 25 × 8 لكي نحصل على عدد صحيح زائد عدد كسري أصغر من 1، نقوم بالشكل التالي: 1 × 8. 8 × 3 كم يساوي؟ 24. 24 + 1 كم يساوي؟ 25. هل فهمتم جيدا؟ نعم جيد. ألوغ تابعوا هنا، إذا العملية صعبة هنا. 151 × 11. إذا هنا على اتونسيون، ما خاصكمش ديروا 1 × 11، خاصكم ديروا 8 × 11. لماذا؟ لان 11 × 13 يساوي 143، و 143 زائد 8 يساوي 151. هل فهمتم جيدا؟ هل فهمتم جيدا؟ فوالا. اذا نفس الطريقه، 37 × 12. لاحظوا جيدا، لدينا 1 × 12. 12 × 3 = 36 + 1 يساوي 37. 37 × 12 يساوي العدد الكسري المختزل، يساوي عدد كسري المحصل عليه. إذا لاحظوا جيدا طريقة ذكية جدا. إذا هاد 1 و4 هو 1 و8، و8 1 على 11، و1 على 12، وكذلك 1 على 12. هنا هادو تسموا عدد كسري أصغر من 1. لماذا؟ لأن البسط أصغر من المقام. وهذا 1 و2 و3 و13 و3 كذلك تسمى عدد صحيح طبيعي. إذا لكي نحصل على 9 × 4 يجب أن نقوم بهذا الشكل:
واحد أربعة زائد اثنين. لماذا؟ لأن أربعة في اثنين يساوي ثمانية، وثمانية زائد واحد يساوي تسعة. نفس المثال، ثمانية في ثلاثة يساوي 24، وأربعة وعشرين زائد واحد يساوي 25. ثم 11 في 13 يساوي 143، و143 زائد 8 يساوي 151. ثم 12 في 3 يساوي 36، و36 زائد 1 يساوي 37. ثم 12 في 1 يساوي 12، و12 في 1 يساوي 13. إذن يجب عليكم أن تكونوا أذكياء في إنجاز هذه العملية. إذا الرياضيات تعتمد بالأساس على الذكاء وعلى الخبرة في إنجاز العمليات، وكذلك الاستيعاب الجيد والحفظ التام لجداول الضرب، وكذلك العملية ديال الطرح وعملية الجمع، واستخدام التقنية والطريقة المثلى لإنجاز أي مسألة. هذا لاحظوا جيدا طريقة كيفاش حصلنا على 9 على 4، و25 على 8، و51 على 11، و17 على 12، ثم 13 على 2. أنا متأكد 100% أن العديد من التلاميذ لم يستطيعوا إنجاز هذه العملية بهذه الطريقة، هذه لوحدهم بدون مساعدة شخص آخر أو أستاذ آخر أو معلم آخر في المادة الرياضيات. إذن إليكم هذه التقنية الفريدة من نوعها. إذن كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيكتيفي. سوف نواصل لاحقا في حصص قادمة إن شاء الله في جمع وطرح عددين كسريين لهما نفس المقام أو مقامان مختلفان. إذن انتظرونا إن شاء الله. إلى اللقاء. كان معكم يوسف دلال.